مصطفى مصطفى لما عوي الصفا سيد الأنبياء مش عالم في الوفا كان في عطفه نيات. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. باب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. وكتاب كان مختصر صحيح مسلم عشر كان عارف قبل أن هي حديث كلام غل جديدة. باب محافظة إلى لين باب في سوء على صلاة الصبح، صلاة الصبح إلا إلى اليوم والعصر صلاة العصر إلا إلى اليوم. عن أبي بكر بن عمار عمارة بن روي فرو بيا فرو يبقى عن أبيه وعقول عمارة قال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول قوله ومغلبه لن يلج النار النار قل ما يو لن يلج قل ما يو النار النار أحد فقنا نار قل ما يو أبقى صلى الله قبل طلوع الشمس انت ان قرحت صوبه قفت كذي وصلاة صبعت كذي نار مقالها نار مقالها واهل جنوب هي قبل غروب غروب الشمس قرحت انت ان دعين وعصر كي قبل غدا صلاة صلاة الصبح صلاة العصر كذي نار قلي مايو واهل جنوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني الفجر صلاة الفجر سكوذي والعصر صلاة العصر مرتو نبينا السيدة ويجري أيا فقال رجل ننبع له نبيه ويجري ومن أهل البصرة تذكى مقالة بصرة النور بصرة وعراق مقالوه كده كمدة ويجري أنت مؤلدة عمارو أنت معرضة سمعت كما قال هذا الحديث حديث كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسولك كما قال قال عمار وحيري نعم أنا نبي كما قال قال عمار وحيري نعم أنا كما قال قال الرجل منك وحيري وأنا أريد أن أشهد والمرخات كعيا أني أريد سمعته هنا كما قال حديث كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إن كم خلي أنا كم خاطر كعي سمعته أن مخلي حديث كان وجناء لبدا إذا تجود بكم مخلي أتحل دقمة لبدا إذا تجود بكم مخلي وهو عار قلبي قلب غير واحد دي حديث كان قلب غير من كعب دي لغير مكان مخلي فإذا كم خاطر كعي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام لبدا نين الصحابي كان marka salaad subax iyo salaad duhur ayda salaadaan la ilaalinayo labada salaad oo gaar ahaan loo ilaaliyo baabuna isra'a bitaan baa kisa ande anabi bakratu min abi musa la sha'ri an abi wa hukawri ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasul qul man salla qabti tukara al bardain labada qawb labada waqt qawb وصلاة الصبح صلاة وصبح هي قالت في وياه فوق لمدة قبل تكذا هو غراء الصبح هي صلاة الصبح هو دم قالت فيها فوق لمدة وقت تكذا دخل الجنة جنو قال حديث وروه وأن نار مقلة يوم كان جنو قال فوق لمدة حديث ويصدر مقاطع كعيان فوق صلاة الصبح صلاة العصر إلى اليوم إنه أهل الجنة هاي وأهل النار مخدمين. باب أن لا يذكر ويتام باب في سوي عن الصلاة صلاة أذكر ويو عند طلوع الشمس فرح هذا مركي دلان يسوف وعند غروبها مركي دعس صلاة أن صغوا لهين أو الصنة ونسكت كان حيو إن مركي قرع الضوء بعيد مركي دعس لتكذو ونسكر ويو أما عائشة رضي الله عنها قال لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كما تدين ما يترى عائشة رسولك كما تدين
الركعتين لما ركعوا بعد العصر عصر كذبا. وقال وحلي فاذا عائشة كوري فقالت عائشة وحيدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وحلي لا تتحروا حقد ذلك بصلاتكم صلاة دينا لا تتحروا او لقصدين ام لقب يكسنين واحد لا تتحروا او لقب يكسنين او لقصدين لصلاتكم صلاة دينا ظلوع الشمس قرعة دعي قرعة دعي شدر قرعة مكي سوى دراني سوى صبحي سوى صبحي صلاة اللقب يكسنين ولا غروبها لحتان كيد غروب الشمس مكي دعي سوى فَأَيَّنِنَا أَوْ فَتُصَلُّوا أَتُكَتَانَ عند ذلك مركع عند ذلك عند غروب الشمس وطلوعها عند طلوع الشمس وغروبها أتكتان مركع صحيحين مركع صلاة صلاة عن سبب لها وصنع ولا راتب أهين ولا وهو حق الله أنا أهين وحبا أهين ولما أمد ولما تفرح رسول بحيسو يوم مركع دعيسو لبدا سلما قلوانا سو شيغنايو لبدا وقتي شيطان كايا قرحة لسكو آدية ومكي قرحة لسو بحي سيو مكي دعي سبب شيطان لبيزكي استحضو اي كدعا اين كتو بحضا سغا سكو آدية سا ددك قرحة عابدة وقتي لبدا وقتي عابدة سا اي ما تعو سا اخر سو اي وسك كدان رسولك عليه السلام حمدها عائشة وعيتي لم يدع رسول الله الركعتين بعد العصر عصر تكذب فلا ورك على النبي كما تجد ووقت ذا أو من يقوي لكن النبي عليه السلام بعالي سبحانه شيء عبارة ما رسول بالله وكما تجد لما ركع عصر كذب تكون وحي آية لما ركع الله الضوء تكذب وتكن لها سوى ضوء في سكري وصنوا ذي ودي من طهيبة وحالي يا رسول يا مرتي قتمي وأبو مشغولي إلى عطر كي هو سكري عطر كذب ولا بدي ركع لوت وعطر ضوء كذب وسكري سكنا يصنوا لها يو عطر كذب سوق اللي اللهم بعد العطر وسكري مركا نبي مركا عيسى وحي الشيء مرهب دي عبادة عمر بالله وكما تجد في مركة تبشر بالله وهي مركة فحكى لنا فإذا مركة هو عطر كذب صلاة الله إنك تكون كرب سنبها آتي وحلق الله إنه باب صلاة الظهر الظهر كصلاة دي أول الوقت الوقت الظهر من الصلاة هو عفل بدن وقت أول كيس الظهر في لغته كذب عن خباب خباب انه ارتوى على دوري رضي الله عنه قال وحجري اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نويم عني فشكوناه عنه شيئا اليه رسولك حر الرمضاء صارا كقليل في سنو شيئا صارا كوقت الجلال قليل شروع مكة مزاجة النبي عليه الصلاة والسلام جدال وكفرنا بعد أيام ما تقص الثنايا قبل مرحان مكة أصحابنا نركي سكان أيام وقت ظهر ساعة مكة بعد تقص جدان قليل قليل بيت شيغان أيام مكة فرن طالي رهداء وما تعرض مكة قلوشة جلال في جيرو حرام يقول الله حرام بالي هذا سمالي من مسؤولية قال مرقا صعبتوا عينا وحي رسولك وشيكتين شكونا إليه رسولك أنه شيكنا حرر رمضاء فرنك قليل كيسا وشيكنا وعرضا قلول أنفس جودي له وإن دبه إساء رسول الله بينه فلم مكو إليه سحابنا الخباب فلم يشكنا نبدا نقام الشيك شأقبالين فلم يشكنا فلم نقبل منا شكوانا شيخ شذينا يو على عركينا نجمع أقبل
قال الزهير وحيدي و رواد حديث كاملة قلت وحام أولو إلا أبي إسحاق وحام أولو إلا رواد حديث كاملة هذا حديث سوري أفي ظهر ما يحب وقت الظهر ما يحب مكة فرن كأي قرالك وعرض كله أي سجود يا النبي لا يوضع ورهيا قال وحير نعمها قلت وحام أولو أفي تعجيلها تعجيل صلاة الظهر صلاة الظهر سيد الجنسي سمي أحد وحي الغبان إلى دور خبه وعطاد خرم خبه دور كوينة دور إن لو كاديو إيه الغبان مكة وحي كشي أغنى دور كالي سيد الجنسي أيو فري لغا سكان أيو وقت غاسم وقت عرض هذا يقول شيطان لغا سجودي كان وإلي بقى ما في تعجيل تعجيل صلاة الظهر مي أحد قال الوحي نعمها نعم وقد تكشف النبي وكديد معنا قريلك وحقتنا قريلك آخر ونار جهنم مشد حرة مثل كان ثلاثة أول قلة تقول أفضل بغن ولو أي بنام تهين لك أبو جيوه ودب لون إذن حديث تصعب أما بغت تصعب أما بغت بغناش دوك إن قريل لك تقول مقتل قلب قريل لك تقول وقريلك فتح الجري ويش اللي قلت كنا يجب التوقل الله تهين إن أفضل بغن تهين أيو حديثك تصح يا باب ألف راد قبوجين في الصلاة صلاة الظهر كأن لقبوجي في شدة الحر مركي قولك دران قوجيرو باب ألف راد جواز الإبراد جواز الإبراد إن لقبوجيو أي بنام تحي في الصلاة صحيح صلاة الظهر صلاة الظهر في وقت الحر وقت قولك يرارن كدران جيرا عن أبي ذر الغفار وحل ذر رضي الله عنه قال أبي ذر الغفار الصحابي من إلى هذا وحبيري أذنه آذامي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله شيء آذام حيي ومؤذن هو سيد بلال فهو آذام شري مؤذن كيف آذامي بالظهر بصلاة الظهر هو آذامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو حجري أبرد أبرد أذان تمرق مقلعي النبي هو حجري أبرد قبوجي أبرد أبرد الصلاة صلاة الظهر صلاة الظهر قبوجي أبرد قبوجي أو قال أما النبي هو حجري أنت درسك أنت درسك وحيرسك وقت الأب أكلوا لي حيا بس وقت الحق أبو بي ذاتك إيمانه مسايس خاصة يبصف عدن دربيد هاهلا قال هذا رب باشره بالو كادي او كادي هذا الجن وقال كما قاتل جران دوكا دي قال هذا رب جيرو جيرو درم او جيرو انه هو دي لا رقبه وشو الى تدو صعبر الى سدي صح ان لقبو جن كار هو لو كادين كار ايو حديث دليل جاء يا دي قال هذا زي جيرو وغارحان ودمدا ارض الحجاز او قال قال زائده ووقتي وحاجه قال هذا زائد ويايو إلى ما تيجي عند فرق ومرحيو إلى خمسة من درجة خمسة من مرحى مركز أكبر وعند جورو كذا بيحكر تمام المركز هذا في المركز أنت دربي بيدها خاص كي يرن عيان وخوف مزاج سواء خاص الزمر وكان هيو هنا وضوء كجماعة مزاج ديب لون الغوايا خاص برا مركز كولير كنا بدنا كشيء كي كولير كا وقت را سو وكلول يعي كولير كا مش هو إيمان هيو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر قلالك درناتيسا قلالك زائشا وضوك كلولي هاي جو كلولي هاي قلالك سوح قيم من فيح جهنم جهنم النقد هذا جهنم ذي بصون يفسقي ومكا النقد هذا إيو خنفك هذا إيو قلالك هذا هو جهنم ذي بصون يفسقي من فيح جهنم جهنم النفسي هذا أما النقد هذا قلال كاد صوب أيوي فإذا اشتد الحر قلال كمرق ترناض فأبرزوا قبوشي عن صلاة صلاة حكر قلال كدران مرق جيرو صلاة هل قبوجدوك أبوها الله كاديو أنت يا خير جو كقبوي دبشة غربة لا دبشة كذا خاخي صوب أبو وقت كقبوي قال أبو ذر وحري هذا حديث كثير صوري وعلى النبي هو في ذكر الجور القبوشية
xataa rahayna ilaan aragno fayad kulluuri tallaalada hooskood fay manaa dil way atulluur waa tallaalada geelaha la tallaalay waa facrigii soomaaliya waa isku dhowya geedaha la tallaalay hooska ilaa hooskooda aan ka aragno hoos soo baxay aan ka aragno markaan geedka geedaha la tallaalay jikrinii lagu tallaalay goormuu hooskooda soo baxaa ilaa todobaa bar markii la gaaro oo la helaa sooma ilaa waqtigaas fayad kulluur باب أول وقت صلاة العصر عصر كا صلاة ساعة وقت ظهور عصر لسكان أيوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسولك وحوها يصلي كيتك العصر صلاة العصر وتفنشري والشمس والحالة شمس فرحبة مرتفعة الله سريسة حية أي نوشة عصر النبي هو يسكن جري وقت طلع هذا صرخة بيرك شفت عصر بيرك اللي راه وحية أي نوشة يولي أن سوق قبوي ما اسم الدليل براء ما كيسي قبوي سوي ويسي دي من مقر ويسي قبوي ويسي نور كيرا سي ضعيف مقر من قايدة فرحة النار وقرير كذي يفتين في سن وجره ويسا الرئيسو عصر بيرك يولي هاي وقت قاسو النبي عصر كسكن جري عليه الصلاة والسلام أو فيذهب الدارب فيذهب كي تقعيوها الدارب قبل تقعي وهو آلعي إلى العوالي مجالة مدينة ماشي هذا سرع تولوين كسرع أو دولك مجالة مدينة كيالة عوالي وحال هذا وعوالي التافلة لكي هذا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعى نجف يدوك القرى oo magaalooyinkii tuulooyinkii beeraha ku yaala cawaaliya jira la magaalada saasay qoreysa xagga makan oo soo qorota dhinaca hoose maka markii la soo aadana saafila la yiraha ardu qiyaama la yiraha dhulka hoose ilaa badda laga soo gaaro hoosta oo jiddi laga soo gaaro xeebta dhulkaas waa hooseeya dhulka xagga madiinay waa sarreeya ilaa ardu naj dhulka riyaad iyo ardu sacuudida caasimada dhulkaasna wuu sarreeya marka uu wuxuu yiri fayadaha daahibu mid tagahaya ayaa tagahay ninba magaalada ka baxay wuxuuna aadahay ilaalcawaali ila lqura alcawaali tuulooyinka sare meesha cawaalidiidaa tuulooyinka ku yaalo waa duleedka magaalada dhinac kore fayaatii wuu tagahay daahilkii wuxuu tagahay alcawaaliya meelihii sareeyay oo meesha cawaali la yidhaahdo tuulooyinka ku yaalo magaalada duleedkeeda ayuu qofkii tagahayay washamsu walxaala shamsu qoraxdii مرتفعكم عن سرير سولي عصر بيرك لجو من مغالا كتغى يسولي دولتا مغالا دولت كالتغى يا من شو حوتغى حي انك اتغى يوحوتغى يا من تحقق ومزاج كنبي عليه الصلاة والسلام وكتو كذا نينك بحي ومغالا دولت كالتغى ومغالا دولت كتغى يا ايضا ولي قرح ده اي سرير سو عصر بيرك لمرك هو حاطة رحضة النبي عليه الصلاة والسلام عصر دوحين ومرتا فرقوا كتغانا هي أو دجين جري أو أخت العقر كأول شيء صار كتب الجري عن العلاء بن عبد الرحمن وعلى غوري أنه علاء بن عبد الرحمن دخل وهو غلي وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه أيوه هو غلي وهو غلي أنس بن مالك في داره كل جيش وكويا لدار أنس بالبصرة مجالة بصراء ومجالوين في عراق عصان كاملا هل كاس أيوه غلي أنس بن مالك مركز دجنا قروا كلها مدارة بصرة وعن أغتغي حين وقت ذي انصرف أو كبحي انصرف أي خرج أو كبحي من الظهر من صلاة الظهر مر صلاة الظهر سكذي يعني قروا يسو أغتغي بي أنس بن مالك عبد الله وداره دار أنس أنس دار في سنة بجنب المسجد مساج كوين ومصر كوية لكن عيسى يقول يسوي كوية لي فلما دخلنا مكان أفضل لأني جزت إلى صعريب علي على أنس أنس يقول يسوي مكان وثقني أيو قال وحي إذا صليتم العصر عصر مثل كتير عصر مثل كتير بيضا شو مكان صلاة كبحي وهو يرشوري
meesha uga tagnay marka wuxuu yidhi casar ma tukateen oo qulna allah waxaan u dhahnay inama ansarafnaa waan ka soo laabanay ama waan ka baxnay asaacata saacada hadda la joogaa min aduhri duhur ka baxnay warmaa casar tukanayna haddaanu duhur ka baxan adigaba haddaa ka baxday waxaan dheereen qaala wuxuu yidhi fasallu lcasr casar tukada hadda istaaga tukada waa nin saxaabi hadda waa la qadarina caalim wa weliba waa khaadimka rasuulka calayhi salatu wasalaam faqumnaa waan istaagnay fasallaynaa waan tukanay waan tukanay markaa usaan ahaa duurka ayaa waxaa la yidhi ayagaa waxay tukadeen duurka caaqirkiisay tukadeen duurka caaqirkiisay tukadeen marka waa yar markay tukadeen macsarkayaa galay ayaga markaa duurku mar dhow tukadeen baa u muuqata haddaan duurka tukanay bay dhahay wuxuu yidhi istaada oo tukada casar tukada oo duurka casarkii laga wax u dhexay male duurkiicasarkii baa la gaaray haddaba horay duurka horay ka tukada hore waqtigiisa hore tukada fasallaynaa waan tukanay falama ansarafnaa markaan salaadii casar ka baxnay ayaa qaala wuxuu yidhi anas samictu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkan maqlay yaquula saw dhacay ayagaa waxay weydiiyeen sida caadista qaar ay riwaayaad qaar ay tilmaamayaan tacjiilu salaad baa ugu jira salaadan la dedejinahayo oo isaga salaadii casar dedejiyey waqti horeba oo maata hal tukada yidhi marka salaadan la dedejinayo ka waran anasow su-aal bay weydiiyeen markaasuu wuxuu yidhi rasuulku waxaan ka maqlay yaquul asagoo leh tilka taa salaatu lmunaafiqi munaafiqa salaadiisa wey yajlisu wuu fadhiistaa yarqubu asagoo ilaalinahayo ashamsa qoraxda dhicitaankeeda ilaalinahayo xataa idaa kaanat qoraxdii markay ahaato bayna qarnay shaydaani shaydaan labadiisa gees meel u dhexaysa markay ku aado qaama markaasuu munaafiqi istaagahaya fanaqarahaa wuu kawinhayaa haa salaadii wuu kawinhayaa arbacan afar buu kawin munaafiqaa saas lagu yaqaano yacni salaa nebigaa ka maqlay buu yidhi munaafiqiinta inaan salaada waqtiga hore ka tukanaynin munaafiqa waxa weeye salaadiisa casarkii oo galay ayuu iska fadhiisanahayaa oo adduunyadiisii waxyaalihi iskala qoraxda dhicitaankeedu sugay waxay qoraxda guri ma dhawaani bule markay qoraxda ay dhawaato dhicitaan ay ku dhawaato oo dhacaysa oo qoraxda ay geli rabta waxayna qoraa markay dhacaysa shaydaan labiisa geesa dhexdooda ku dhacda saas ku aadina madaxiisa ku aadina korkiisa markaa meel ku aadana labiisa geesa ay ku dhacda markii qoraxda ay sii dhacayso ayuu munaafiqa intuu istaago ayuu fanaqaraha naqar waxa way kawin sida digaaga markuu badalku cunayo qabaduqabugoosiima munaafiqana markii qoraxda dhicitaanka dhowya markaasuu afartii rakacdood doosinaya oo allahu akbar afar rakacdoodu waqtiga marka salaada oo la daahiyo aakhirka laga tukado waa dabeecada munaafiqiinta wey muminiinta salaada waqti horey tukadaan bu kuwadaa horey bay ka tukadaan marka saas marka idankana ha noqonin wey ala casarka waqti fiican tukada oo hadda intaa salaadi daahisaan casar markay qoraxda sii dhacaysa marka aad afar rakacdood boogsiya tukataan oo saas munaafiqiinta lagu yaqaana saasuu yihi tilka taakhiiru daahinta oo salaata salaada la daahiyo salaatu lmunaafiqi munaafiqa salaadiisa wey yejlisu wuu iska fadhiisan yarqub asagoo ilaalinayo shamsa qoraxdii eegayo ilaalinayo dhicitaankeedu sugayo xataa idaa kaanad markay ahaato bayna qarnay shaydaan shaydaanka labadiisa gees dhexdooda markay ahaato isagaa markii qoraxda dhacay madaxiisu ku aadana laba gees buu madaxiisa leeyahay marka labais gees laba dhexdooda qoraxda dhicitaankeeda ku aadan yahay gadaashiisa geesu u dhigaa wuxuu rabaa dadka qoraxda markay dhacaysa caabudo oo u sujuudo ayuu isku aadanaysa maataas ayaga isaga ugu sujuudaan markay qoraxda markay sii dhacayso munaafiqii qaama wuu istaagahayaa fanaqaraha wuu kawinayaa salaadii buu kawinaya oo arbacan afar arbacan arbac rakacad afar rakacdood oo kawisa allahu akbar allahu akbar
sujuud wala saar hadan soo saara oo kawisa oo buusiisa inuu munaafiqa tukanayo yani halka ka garanaysa salaad oo la buusiyo allah oo la buusiyo waxaa salaada munaafiqa inay tahay laa yadkuruuna munaafiq laa yadkuru munaafiqa muxso allah منافق مهصو إلهي فيها صلاة دحت هذه الله يكون مهصو تصبيح بدن يقرأ بدن وحب الله ما يمار إلا قليلا هي المويا وحيرا وما تأبوسيتا أي كتو كتا مركا صدا فنغنين منافقين يا صدا نبي دين كتا المامي وصلاة في عند كذا أولي وذاك سواد ظلم ذاك سواد صلاة صلاة عصر كي الصدا عذر دار لهم أفقد عذر دار الله وغلبه أدنى صلاة وصلاة وسكت علينا استعيارا مرضنا بوسنة قارنا مرة كلام عطر وحويا عاوم خسوب إذا ما يسكتر ترى وصدقوا واحد صايع بدر ونديش أو بدر بالي وذوك عطر كل واحد عاوم كوينا إلى سكان تصلاة مية نقول إذا تبغوا مرة غاية لا تصلاة وتبغوا مرة وقذينا وقرعنا لا تصلاة ما سكنا مرك وقت أصبح صحمها باب المحافظة إلى الباب كذوي على العصر صلاة العصر ليلة اليوم يوالنهي السري كان عن الصلاة صلاة السري وبعدها صلاة العصر كذب إن صلاة صنعا باب الهن التي كذور لما أنظلا عن أبي بصرة الغفاري وعلى ذوري قال وعيدي صحابي أبي بصرة صلى بنا وحنا تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الصلاة نقبح هي الجماعة يا إمام نوح يونس العصر صلاة العصر نسجي وهو رسولك نسجي بالمخمس من المخمس اللي هذا هي نسجي فقال وحي لرسولك مركو نسجي إن هذه الصلاة صلاة عرضت صلاة أو صلاة العصر وعرضت والله بندقي إن هذه صلاة صلاة عرضت والله بندقي على من أمدك على من دولك كان قبلكم مرتينا صلاة صلاة العصر أمده إذن كور ريب الله بندقي فضيعوها ويضيعين فمن حافظ خفك إلى ليوها صلاة صلاة العصر كان له حوها كان له أجر كان أجرهما لو سبوا هذه مرة لبجر لبجر بولي أجر كيسي أجر في أمدي ورديدين وسبوا هذا إلهي الدين ولا صلاة صلاة مجلس وبعدها صلاة العصر كتب صلاة صلاة العانة مجلس حتى يطلع إلى ورد الشهيد في مرقة كعا وكيها بيه ينطوقين وقال إلى مرقة كعا إلا وخرب الشر والشاهد وحوي النجم وحدك حدك وحويان ما أنت حدنا الله مشير مخرج كامرك لجارو حدنا صوم غنا مر بعد حدنا صوم غدين حدنا الله مشير مخرج نواق عليه بين نواق عليه من بين جلابي مخاطبين شاهد بالي هذا صلاة المغرب نبتها يا النجوم الواعر أنا وقت ذا حدنا الله عرقوه حدنا عرق الله ما لم تقرأ السير كذا كايا يكون خصوما يا لكن قرأ على زيد عضو هذي إقرأ صو يا صباح صلاة مركز شاهد لوين مركز صلاة ولا تكنا يا ملك إلى هذي كها صباح معنا إلى مقرب كلا ذي أنا قرأ كذا عضو عكر كذب صلاة لما تكنا يا صلوا الآن باب التشديد أتكن الوقت عقاب درنا لوشة وباب كسوي في الذي كي تفوت ويكتر جيزو صلاة العصر خبط صلاة العصر يكتر جيزو الوقت كيو ومارتا إنو ودباتوين كوت عيس الوقت كيو لوشة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وعيلي الذي تفوت ويكتر جيزو صلاة العصر يكتر جيزو كأنما هو لم يهي وطر أهله وماله قبل صلاة العصر رأي كتليسه وأن تكنين رجع وينوح أحاذبه وهو لم يهي خسارته كجره كأنما أصبه وطر لغسيبي
الله وأهل كيسي وماله ومال كيسي سيد من أهل كيسي ومال كيسي الله أسي بلا قاطي والله حلاقي صدق دباطع يوضع ذي وخطار عيو صلاة العصر نوعين الله لم يتغفق كتقو ويكتب توافقون وايو من غير كيسي ومال كيسي حوالي يجب على الثمان ساسو لبدي خسارة وقل عيسي وتعصر قيلنا إلى ليه الغباء باب ما جاء بصلاة الوسطى صلاة النحية وهي قيمة صلاة النحية وصلاة العصر ذي مويا أيضنا حديث وكتب عن عبد الله بن مسعود وحلذور رضي الله عنه قال وعبر عبد الله بن مسعود حبس المشركون قال لي بوحي حيرين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كحيرين عن صلاة العصر صلاة العصر وانتقال في غزة الأحزاب وقت في عصر لا تكون لها بيتقال في صوت هذا النبي قلنا صعبت مكة سلوة قدر لكرم وعي إلا حبده وقوصع ما بلاريه وقوصع جان اتفاع الوذكري وانتقال في غزة الأحزاب سنة الشمات النبي قلنا مدينة وشور بعد الهجرة وين مشغول حيره حبس المشركون يعني شغل المشركون المشركين وين مشغولين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله كان مشغولين أي كحيرا جان وكتب ذي أيوه عن صلاة العصر صلاة العصر ذي دلال كل مشغول كي بنا وكتب ذي جهاد حتى حمرت الشمس إلى قرح ذي أي كتب ذي إلى قرح ذي قابتي ومكا سبزشي رامك تيدع برسي قدوزن كيف يقولون او اسفرت اما جعلوا ذي او فرح ذي كيف يقولون جعلها عن ميلو كيف نغري مركز نبي مكة مركز جانس هاي الى عصر قابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيدي شغلونا كوان قالضا مشركين تا شغلونا وينك مشغولين عن الصلاة صلاة الوسطى بحق وصلاة العصر وييه صلاة الوسطى ورنا حيث وإلى يوري حافظ على الصلوات وصلاة الوسطى صلاة النحي وصلاة العصر صلاة سينغا مشغولين إن وقت دورا أمكتك نو كوان قال لا ملأ الله الله كبوحية أجوافهم على شوض إن قبورهم قبور صوضة والنار أن تبقى الله كبوحية قوحة باري نبي عليه الصلاة والسلام أو قال موحي يني وشكر أوي حشى الله إلهيها كحبه وبعين في لوي حشى الله إلهيها كحبه أجوافهم على شوضا وقبورهم قبور نارا دق في عذاب الله كبوره صلاة دي عصر بينك مشغولين بالنبي عليه الصلاة والسلام ومكا صلاة وحاول صلاة العصر إني إلى اليوم وما حتى هتزي غري لك تكون ويجلال لك تكون باب النهي طيب تم باكس عن الصلاة للسر بعد العصر عصر كذب وبعد الصبح بصلاة لما أقول صلاة طوعين فصام روس الشيبني عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى وحور ربي مدو قتلي عن الصلاة صلاة كشو بعد العصر عصر مكلة تقلو كذب صلاة سنو وان صبق لهين إلا تكذو ومدو قتلي نبي عليه الصلاة والسلام حتى تغرب الشمس إلى غرها ركات عروف وعن الصلاة صلاة مغدرة بعد الصبح صلاة صبح كذب أيضا صلاة صولة صلاة الصبح كذب حتى تطلع الشمس إلى قرها لا يصول على طب وصلاة مرة دينة تقولوا بسوة صلاة صولة لكن دي صولة هذا مثلا مقاطبة السنة صلاة الصبح لغور مرينة أيابا وكذب قالوا يسير كما عاد المساعدة قالوا بجرد يسوق هذا السنة لغور مرينة يتكلم ما كيف السنة فرق كلا تقول جماعة لا تقدر كذا الصلاة السنة هي وتكون كذا وتكون كذا مرة عبد الله الصلاة الصواب العام أو السبب تكون يوم لا يقدر يسوم وأن مضى على هاي نور ما تاسو كرتاسو يوم السبب تكون هاي هذا الذي ده مرة باب صلاة الساعات سدح الساعة دور وسدح وقت بالغورة ثلاث ساعات ثلاث أوقات سدح وقت لا يصلى فيهن أو غاد سدح هذا لم تكره ولا يخبر لمن قرحك لي وقفنا لما أعصر سدح وقت له
salaada lama tukado, qabl intayna lama aaso. Wa ka xadiisu Cali ibn Rabaax can Cali ibn Rabaax qaala, wuxuu yihi samictu, waxaan maqlay Cuqbata bna Caamir Aljuhani, saxaabiga la yidhahda radiallahu canhu, yaquulu dhahayo, salaadu saacaatin, saddex saacadood, macnaha saddex waqti, kaana rasuulu llahi sal allahu alayi wasalam, rasuulku wuxuu ahaa yanhaanaakii naga reeba anu salliya inaan tukano fiihinna awqaataas, waqtidaas saddexadood inaan tukano. Nebi waa naga reebi jiray oo ahaa hatukanin uun dhihi jiray oo an naqbura, inaan qabri gelino fiihinna saddexdaa waqti, mawtaanaa kuwayna dhintay in qabrigaan gelinana oo waqtigaas aan aasnana waa nooga tegi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam. Saddexda marka waa kuwa noqdatay boqolbac, waa kuwan xiina tadlucu shamsu, markay qoraxda soo dhalanayso, baaziqatan xaana tahay sii koro baxsan, xataa tartafica baaziqatan sii dhalanayso wey, buzuuq waa macnaa duhuur wey. xiina tadlucu shamsu, qoraxda markay soo dhalanayso, baaziqatan ayadoo tahay sii dhalanayso ama muuqanayso, waqtigaas qoraxda madaxa soo bixinayso, ma tukanin laba tukado buyuu nebiga, xataa tartafica qoraxda ilaahay kor usoo noqoto qadara ruuxin bay riwaayad qaar soo dhahan oo kor u noqoto maarta ilaa qadar dhowr matar mitr iyo waxiin waqtigaas lama tukanayo. Waa salaada la sheegayo, waa salaada sawlaanta sunnada ah, sawlaanta le iyo waxiina waqtigii yaquum uu istaagahayo qaayamu dahiirati, maalin weynta kii istaagahayay dahiirada waqtiyada duurka, waqtiga duurka oo kan istaaga istaaga oo dadka taan socon karin in la istaago hoos meel hoosa la istaago mooyaan aan la geli karin, waqtiga lexdu sac abaaraha lexdu sac wey, xataa tamiila shams ilaa qoraxda dhinaca u beerto, ilaa qoraxda dhinaca u leexato duurka galo, waqtigaasna salaadan sabab u lehayn sunnaha lama tugin karo. Haddaday sabab u leedahay ama masaajidkiiba soo gashay taxitul masjid baa la yidhahdaa, ama sunno horey lagu lahaabaa tukanaysay dhib male. waqtiga saddexaad waxa weeyaan waxiina waqtigiina nebigu waa naga reebay buu yidhi tadayaqu shamsu, tadayaqu ay leexanayso, ay tamiil way waxiina waqtigii tadayaqu shamsu, qoraxda ay leexanayso lilguruubi dhicitaan, waqtiga qoraxda inay dhicitaan u leexanayso sii uruurayso xataa taqruba ilaahay si fiican u leexsato ay u dhacdo, waqtigaas qoraxda dhicitaankeeda afka ay sii gelinayso meesha ay ku qarsoomayso, waqtigaasna nebigu waa nooga digay saddexdaa waqti oo salaadu sunno ah, sawlaana ma tukado, mawtida dhimatayna waqtigaas lama aaso, waqtigaas lama aaso. Marka waa waqtiga duurka, waqti kuleelka zaa'id yahay wey, oo dhibaataasoo nebiga dadka u diidahaya kuleelka daran waqtiga oo waqti khaas weeyaan, waqti qoraxda dhacaysana waa waqtigii oo shaydaanka ku caabudayay ay imaanka sujuudaan wey, oo shaydaanka isku aadiyaan. baabun fi rakacteyn buu u baabinay bacda alcasr, laba rakacdood salaatu alcasr kadib wax uu nebiga tukaday waa kuwaynu soo sheegnay, haddaan sii faafixinay. can abi salamata annahu saala caaishata, caaisha sujuuda nebiga ayuu weydiiyey ninkan, can istajdatayn labadii sujuudood allatayn labadaasoo kaana rasuul llahi sal llahu alayi wasalam rasuulku u ahaa yusalliihima fii tukado bacda alcasr, laba rakacdood oo casr kadib nebiga tukan jiray ayaa caaisha uu weydiiyey ninka abi salama la yidhaha. faqaalat caaisha, waxay tidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa yusalliihima labadaa rakacdood kii tukada ayuu ahaa awal qabla alcasr, casrka ka hor buu tukan jiray, uma inahu shugila canhuma, labadii rakacdood casr ka hor ahaa nebigu waa laga mashquuliyey, marti waxba ka mashquuliyey oo nasiyahumaa ma uu halmaamayba. marka fasallaahumaa, labadii rakacdood waa tukaday bacda alcasr, casr kadibuu tukaday, uma asbatahaa waa sugay haa salaadaas bacda alcasra, nebigu waa sugay oo asbataha ay daawama awa waa joogteeyeyo joogta ugu tukanahay mar hadduu bilaabay. wa kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan, salaad hadduu tukado uu bilaabo asbataha kii sugay waa ay daawama calayha, kii joogta ahaan u laasim shay cibaada uu bilaabay mar hadduu sameeyo bis waa ku dari waa wadi jiray.
مركز قال اسماعيل بن جعفر وحد سعني الله وما عليها مغبورة واجب تيوي فابق الله صلاة العصر عصر في ثلاث سنين لقل ليو بعد المغرب مغرب تكذب وهدي صلاة العصر فوق اللوضو وعلي رأى صوته يا عصر فوق اللوضو وعصر في صلاة ولد سكنين ومشغولة أما وحوه قصري أما جهاز سجر موحيان وعصر في البحوم مغرب تجلو إن المغرب قصدنا تكذب عصر في سوق الإنسان وخلضا وعرض دون حديثا خلضا إسراد خلضا إسراد مكة لشوه وطن لشوه الله ورمانين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر الخطاب أيا يوم الخندق ما ننتي دفيسك لقضحي ما ننتي دفيسك لقضحي والدقال في غزوة الأحزاب سنة الشنة ومكي قال هذا إصابه فسيد أي صور رين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مدينة النبي جانا وتكنا أي قال هذا صور رين أي سيدنا عمر عمر الخطاب جعل وعو بذجري وهو استالي يصب إنه عينه كفار قريش ما قريش قال هذا منك عرفت عليه قريش حتى النبي جانا وقال الشيء وقوض قال هذا أيو عي والنبي صور رين ومجال المدينة صور رين وحي كالداري سيدنا عمر وقال وحيدي صوت وعين أين هذا الشيء وقال وحيدي أنت النبي هو يمد بوحيدي يا رسول الله رسولك الله والله ما قدرت ما كنت مستقن أن أصلي أين أن تجدوا العصر عصر حتى كادت إلى أي ستي والرحدي حتى كادت إلى أي ستي أن تغرب الشمس قرابي إن أي قعد لا قرار أنه تعرفت السيد وقرار أنه تعرفت القوة وحيد عقد في المسكن يعني وانا جهاز جبال وجري مقالة المدينة للدفاع يوم الخندق وفيسية لقضاء مقالة المدينة إن عن قالة الكسر جلي سيد أيا قلت لا قولة قالة الله قبل قبل عيو مشغول بالله صحاب قالة يرطم يصطف رئيس السيد وواحد ربنا مجال المسلمين عاصمة الإسلام كمدينة نبي صلى الله عليه وسلم وإسلام كي بربريان وترى دين الإسلام كرا ساسة ربنا فارس وقريش هذا ما بكسر دين شيء هي قوي بادية تجنا هي وحي منافقين مجال هذا كل شيء وحي ونبا صباح مركا وفكرة وتوسوي شيء دي سعدي سلمان الفارسي ونبي جنا فكرة سوق قطعه وين مجاراً ذات فش لبوريشي وقدرت من عجارة كتب جايس لفشية معنا قدرت ووين لا قضى ومكرا عنا قدرنا قدرت كدين عن خائف تاغنو في قدرت كتب قرن فلاك مرح كتارا مركا مشغول بالله سيد دفاع وقدرين عجود وقضى هايين با عقد سراد عقد صدا قطب قيد سيدنا عمر وعوارة هايو وقالة دي حوارة هايو واقع oo gaalada cayn hayo le kar qowshoon wey salaadii aqarbay ma sanaga mashquuliyan farxulay ugu yimid faqala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri fa wallahi ma ku dhaartay aniga hata in sallaytuha midkan in haa salaad aqar aniga hata mashquul baan ahay difaac ku jirnay مركو عليه جابر بن عبد الله إبا حديث كورين هاي فنزلنا واندقني إلى بطحانة بعد رقع مجال المدينة واندقني فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي قال الله ويرجل الله بحضي فقوى رضي الله سمعي مركتي إلى لنا مركا وهذه البطحة يوصل تقين وقلها مجال وصلوا بطحان المدينة فبعد رقع وذلك تحديث وي وبمرين كان فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وهو يستقاطي وتوضع ما نغنى وهو يستقاطني فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك واسكذي العصر عصر دوث كذي معناه وحويا أصحابه تجيوي وما عصر كذي بعدما غربت الشمس ممكن فرحنا عليه كذب أيو سكذي او عصر كي صرح المكيد على كذب وسكذي ثم صلى وسكذي بعدها عصر كذب
هل مغرب المغرب بوت كذا مغرب بوت كذا مكة خطيبة مكة وحويان حديث وحنا ذا ظاهر كيس إن مكة عصر في خلاص أمري كذب من المغرب بوت كذا لكن سلاس معها وحوي مكة كبر ريس مغرب كمر بوت كذا كذب وعصر كذا كذا في رواية خلاصيفة فاين عين وسلا marka hadii qallay Soomaa ay qallay iyo salaad qallay lagu leeyahay in salaad farada haadra marka la joogaday kulmaan tan marka la joogaa la tukan macnaheedu qallay isku leeyahay hadii tii marka la joogaa ay ilaa ka tagta hadana qallay ma la wada marka waa waqtiga tan waqtiga haadra la joogo tuko kadib tii way qallay lagu raadiraa marka ka raac sidaas u baabna fil rak'atayn لابد الركعة قبل المغرب مغرب كور لتكذو بعد الغروب غراء المركي دعوة عن مختار بن فلفل قال وحي سألت أنس بن مالك ومويدي عن التطوع صلاة الصنو فلقة عن التطوع صلاة الصنو فلقة وصنو ذا لتكنا بعد العقل عقل السجن فقال وحي لسان عمر عمر بن الخطاب صحابي قال إذا رجيت الإسلام وعوها يضرب كي جرع الأيدي قعمة على صلاة صلاة فرق على صلاة الأجل صلاة صلاة درس بعد العصر عصر كذبة تنسل عمر بن الخطاب وهي أمير المؤمنين أهم فأخوى ربه وذنجري وفي صلاة العصر تكون الفراء في الجرع فروا في الجرع الجنوي وكرباشا أيوه يعني وعطل قرية نبي ذا خيبال مسكون إذا فروا قدما وكثر باشا وكنا وعنا أمري نصلي كويت كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمك النبي ذا هو سكون جرني ركعتين لبر ركع ضوبا سكون جرني بعد غروب الشمس فرح المرأة إذا عبر قبل صلاة المغرب صلاة المغرب كان سكانين كفر أو أيا لبر ركع ضوبا سنة أو مغرب كالغور مرينة يومرك الأزامة أنت مع صلاة فرق الله يستاقين يعني لما رقع على سكون جرني أو مقر كهر مرين جرني وكفا قلت له وحامرو الرجل له عمر له لأنس له أنس بس عايش قصع طاعي فقلت له لأنس أنس بأو حامرو إلي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كميو أحا صلى الله ما فيه تقدر لما رقع على وضع مغرب مغرب الغور مرين أيو لم يكن مسكون جري قال وحي كان وهو رسولك يرانا كين أرك ونصلي ما نوسكنا إنه أيونا في شري ولم يأمرنا أن نغمنا أن نمفر الجرين إلا وإلا تكدع نمده جرين ولم ينهانا من نغره جرين حتكني نمده جرين ومعنا مكثير وإكرا عدين فمن شاء فليصلي ومن شاء لم يسلنك رواه تكدع وآتى نبي عليك حديث كلام marka nabiga nama amri jirnaa aduu amro marka laba raqal goor marayna sunnada waajib ay noqonayaan amarka nabiga qaato mana nama amri jirin haddii aan aan sukana ilaa naga marreeyo jirin oo mar aduu nabiga ka raalli ahaa inay sunno taayo marka way baa imaan taayo way wana sunnada ku garnaysa waa raatibada maghrib laba goor marayna dadna waxa dadka taayidaan uma tukan xaram ka makay madiina ee soo aragnay waan tukanaa alxamdulillaah saaxiib keenay dadka dadaalay maghrib goor way tukanaa وصنوه وحاول حديث عجرة بين كل آذانين صلاة لبدا آذان تحت وضع صلاة كجد ما كسر الآذان ولا ورقع ورقع كذا ما كسر الآذان لا ورقع كبير كتير صلاة فرق كذا وانت على العقيمة لبدا آذان وحاول آذان في عقام مكان كتحت وضع صلاة كجد ولا ورقع 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 كذا ما كسر مركع المقر في الآذان انت على العقيمة لا ورقع ورقع كذا ايا صنع باب الوقت المغربي مغرب الوقت جيسا إذا غربت الشمس غرها المكة إلى عدوي عن سلمة بن الأقوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول كوحوها يصلي المغرب صلاة المغرب كيت كذا يوها إذا غربت الشمس غرها المكة إلى عدو وهو توارد اسقق رسق بالحجاب ودع كانت حجاب فرا مكة إلى عدو الحجاب كماشا اسقق رسق برايو فأصل مرضى إنها تتفق رسق توارد استقرت سوء استرطه سوء حجابته في الحجاب حجاب وقت ذا سنة يقول تكون جيري ما قفت إقرار على غريب تكون جيري فرحا عند النبي قمت تكون جيري عليه الصلاة والسلام الصلاة المغرب
باب وقت صلاة العشاء، عشاء وقت زيادة وتأخير هذه الوردة. أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا عوي اسمي ذات الليلة نبينا بين الكمدة أيا نبي عوي اسمي وغبين كي أيوك علي عوي اسمك وحوي مرتي ما تبين كي هو الله تاخو وما تا إلى آخر ساعة وقال الجارو وقفت السوجي يدو يا عوي اسمي راضي اعتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا عوي اسمي هبين داحين ذات الليلة ذات الليلة هبين هبين هذا كم ذا حتى وهو نبي أو اسمه أو داحي أو سوى شيء ذي حتى ذهب إلى وتغي عامة الليل هبين كفلن كيس هبين كفلن كيس رأيت غرض روح إليه إلى ثلث الليل هبين إلى آخر ساعة الجار ما بين كفلن كيس الليل إلى أنس وعو إلى اللحظة على سيد عفيه ومن يقول نبي سوى شيء ذي قالوا وحيران وما تمكى الشهاد قالوا مشغولنا شورا شرطي الرمال قلن قيناي مامو في اسلام في ذلول اسلام ومن حوين ومضوها الرسول ومضنوها عليه الرسال من قال وحيارا ولا قلن بايا لما مامو بنا وحتى نبي روح وغين جاء او اسمي وصوتا هاي وصوتيري وحتى نام الى الكرتين اهل المسيح ست المساجد لأن النبي وانا مانا نسكن كرمالا نبي قال السوقي ذلك المسائل تبدو حيث إلى أي فرزقة وصي فرزين وانتي وفريستان بي واحد الذي تلقوا فريستان بي الولمون أحيان هذا حديث عن صوم الرئيس ثم خرج مكة ما نبي قرقي سلسل بحي قرقي وصوله جناع في المسائل فصلى النبي هو أكتري فقال النبي هو عبري إنه شأنية لوقتها وقت هذا وصول عصر كل عشاء وقت هذا أنت زنين أما أفر تعبى يا أهل إرادة أما اللح تعبى وقت دم يا أهل إرادة وقت غير واي وقت هذا سكونين أفر تعبى أبين نمو لولا أنا شقة حتى نبيني على أمتي أمتي دان أمتي نبيني أفر تعبى لسكونين ليلة أبي نبي عليه السلام مركة عشاها ينزيب الله لجنوه بناك بعد ذلك أن صومرني تذكر دي صور وراء نبي عشاها وجد الجنجري هذه ذات يريد جماعات إذا لم يكن مزاجك وارفاق غيائن وقال سوف يجري إلى ذات كثير ماذا إلى جماعة برنا لقد أعوين إن الوزدر بعض المفيد في صلاة العشاء عشاء ثلاثة يسمى قاعد عشاء ثلاثة العشاء مقاعد ليلة عن عبد الله بن عمر وحل نوري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوحي لا تغلب أنكم الأعراب نمن كثر بعديها يا إذا كبرني على صم صلاتكم صلاتي نمجع هذا العشاء عشاء بعديها عشاء وحوب حيان عويس عتما يحب حيان وقت يا عوي عويس نجا ما يلو تجيلا يا عويس في النص عويس ما هو ورخص له مسو يلو مسو حريه ويلو كح كمان هيو او ما فعيا للسجاء والصوت تاجياء مرضاً بحبين في سدع صابرصة ايا للسهوية مرضا عشاها ايه وعبعين وقت يا ويسن او مرضا يعني ايه وبع وقتي وقتي بعشيكم مقعوة نبي قعودي المقعة ثلاثة العشية في البادية اذا كبدين الله اذا كقارن نغنن وايضا قرعين المقعة وايضا اعتمد ايدهين فإنها صلاة العشاء في كتاب الله إلهي كتاب فيه العشاء فليلة إلهي كتاب فيه العشاء هي ليلة ومن بعد صلاة العشاء صلاة عورات وقرآن رسولة النور سجيزه صلاة العشاء بكم مقعوة نقرأ إلهي قرآن صلاة العشاء بكم مقعوة هذه البادية صلاة العقمة وفعيان حكونا عين البادية إن كفدني مركة وإنها عشاء تعتم بحلاب الإبل تعتم والوع تعتم والوع ويسمع أما والوع ويسمع بحلاب الإبل جيلة لستانك تبع مالتانك فبديها جيلة لسا حيانا اسكنت إسود حيانا وقال أنت إسود لسا حيانا بيبطا ويسمع في أي قرام وقت قدر على وقال جبتا يطاع سميسا لكن جماعة المتائف هو أن عشي لرداء وقت ربيعنا سكرة حرام هو اللي ستانك ويما ماري تانك
باب الله يريدان باب يسوي أن تأخير صلاة الصلاة إن تلو لغو أن وقتها وقتها صلاة وقتها وقتها وين ويل عليها إن صلاة وقتها تلو لغو وممنوع عن الذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هو حبيبه يربو لأبو ذر الغفار السعابي قال كيف أنت الصيابة صحي إذا كان صيحة عليه فقد أمراه هو مضحة حدي مضح قون غضان وهو سيؤخرون الصلاة صلاة بسيط أولئك عن وقتها وقت يجب غلق أبي ذر بل أبي ذر هذه عمر غاضة بيرادو هذه ما عمر غاضة بيرادو حق صيحة كادون غضان سيدها هذه كون مضحة ومضح قون غضان ومضح أسقوط نوشي لن نوشي oo salaad waqti ay ku ilaalinay intii uu dhigayo sala oo ama wuxuu nabiga yumeytuna salaata salaad dilay an waqti ay waqti geeyo oo salaad waqti geeyo dilahay oo dib u dhigay salaad ilaahay mid oo kala noqoto mid dimatay kuwa sadalla nooshay ay madax ku yihiin Abu Dharr oo seedaha seedahan sala Abu Dharr wuxuu yiri قلت وعن ربي فما تأمرني ما هذه فريضة رسول الله وحديث قوم مضى عين ثلاثة عمره يهيك يا رب مسلمين مضى حول غضان قوة صلاة وقت يركو إلى أهلين ما هذه أمر المحان سمعين قال النبي بوحي يصلي صلاة صلاة تكو لوقتها صلاة وقت يدك تكو وصلاة أدين لك يا رب أديها تا مضى حضا إذن تجنين ويخطين حيان ومساس وكلا وعلى ذلك يقول لنا وعقلنا لنا القبض إيه وقت صلاة يقول لنا هذه الصلاة وقت يقول لنا منك إمام كامير هل تكلم شدك أنا هذه وقت يرتك وإن أدركتها أداد على شوها صلاة معهم أمراض ذلك مرحلها هذه الله على شانا فصلي لتك ومق أبوك لغانوتك هذه عيد وصلاة يجب قول لغان هذه أي تكون عين هكذا بين والواقع المعارض للواقع وكذلا يعني سكلتك صلينا فانا دركتها معهم فصليلتك فإنها ثلاثة لك عليك نافلة صنع يكون تي ورفقك يا سودك تي صنع يكون غني أجل كاري ليسا لكن هو بين أنا وقت قريها دين فهل أقول يا سكو قد هيو وأنا أنا قوين تهيو وما ما أتكر الواقع فأذهر المسلمين فعالوه سلين جريم كو صلاة بيقود وداعية لكن محاضع كو صلاة بان تقريم ومكة دمام رحمة قريم والسيدة إن من كبرنا برنا عالم الإسلام عايشة كو بان صلاة بان تقريم ومدعوين إذن صلاة مال ورأي صلاة مال العالم الإسلام بان لغارك باب نكون حكي كلام بس معنا ذي جمعة سايد كوين ومجالة ضبعها صار معنا جمعة اسم العينة كذا يلي هذا شعب كلا تفر أنت كلا لم تدو جمعة هي ما كعيدة ما نتعيد أي ما نصبت كف أيا ما كعيد جد الأرض أيام والله لا ومشى ما كلا سوى لله إنت سبت ولا مساكين في قالوا لا يدور بسنا من جل ما برنا فكميت اللازم هي جماعة هذا من أذكر هذا الكبار غوانا ما يدور جل وحتى أرجع جدني مرجع صح ما نظام الإسلامي هو حوالينك مجال ما تبنيه وتتحقق بطا أما مجالك تتبنيك مضح بها وإن شرد الثلاثات هو ستشيا صلاة إمام المضح لك الربابة أول بها نينا معلومة هان إمام مضح لك دقين نينا نقار قرآن هان لك دقين نينا نلاي كعبتني لك دقين نظام كتاسوه نلاي كعبتنا أين بها مضح لك دقين جري لكن إمام يشان عبد البلودي وعسكو دون دارها أي أنا في تميلا قرطوس باب أفضل عمل الصلاة لوقتها أفضل العمل عمل روح غصن البدن الصلاة لوقتها وقت الزوجة كذو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوكا ويجيب لسعابنا عبد الله بن مسعود أي عمل عمل فوق كيبا أفضل غصن البدن عمل العبادة اللي سميه كغصن البدن وإلى يبجع عليه قال وحي الصلاة لوقتها صلاة أو وقت جيدة لغو إلى عليو يا عبادة لسميه وقت صلاة تستمع وقت جيدة لغو إلى عليو فأحكي فضي بلا الملك
قال وحيد قلت واحد رمني ثم أي محافظه صلاة وقت الويل عليه وإنك فضل بلانته وأغادنا محافظه ترجيل الله قال نبي الوحر برر والدين لبدو والده الله باحن وقضاء يفرحه قال وحيد قلت واحد رمني ثم أي أدنى لبدو والده الله باحن وقضاء محافظه قال نبي الوحر الجهاد في سبيل الله إلهي جد في سلوش هذا قال هذا أول لش هذا مسلمين دين سيدتك يدلق للدفاع خاصة ودرجة ستحضر وعليه سعابدا فما تركت كمتك التزيد هو إن النبي الكسي هذا طلب حيوه إلا إرعان إلى لنا عليه النبي ذا إلى لنا يوك عشوني مويا وعن ربيب الرسواج هذا المحقق هذا المحقق ما ينسكي وضع لكن هو النبي ذا إلى لنا إلينا ملواء وينسواج كبديو إيان دي لهيبو إلا إرعان إلى لنا عليه النبي كان إلهنا هي بالزيادة دي سؤالي عن سيد زيادان لا يعني الدائب يعني الدائب والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم.